السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي درتو البنات؟ كنتمنى دائما تكونوا على خير. فيديو اليوم ان شاء الله جينا وجبنا لكم فيه الجديد. ندوز لكم ان شاء الله بالتفاصيل مع واحد الاطلاله على المحل وواحد المائده بلارجونتي موجدينها، حتى هي غادي تكون زوينه ان شاء الله. طبقه اللي غندوز اليوم طبقه زوينين، راني دوزتهم في الانستغرام، شي حاجه متينه كاليتي زوينه، برجيلات بحال هكا ديمونطابل، كيتحيدوا هاد الرجيلات وتعاودوا تركبوا. بالنسبه للناس اللي كنصيفطوا لهم يعني كيتمونطاو، حتى هادي كتمونطا لهم، فيهم طي 40 وفيهم 35 وفيهم 30 وفيهم 25، 30 ما كايناش دابا. بالنسبه للثمن ديالهم اللي بمناسبه رمضان، رحنا درناه يعني درناه حتى في الانستغرام واغلبيه كنخدموهم على لي كوموند. بالنسبه للكبير ديال 1100 درهم، وبالنسبه اللي تابعوا 1000 درهم، والاخر ديال 30 اللي ما كاينش 850، وهذا الصغير ديال 25 سنتيم دير 580. كي قلت لكم خدمه زوينه، خدمه ديال اليد، شي حاجه راقيه كتجي للمناسبات، الاعياد، رمضان، لكلشي. كاين هذا حتى هو مذهب، شي حاجه زوينه، حتى هو كيكون عندنا فيه 40 برجيلات هكا ما كيتمونطاوش. شي حاجه حتى هو زوينه كتحطيهم، كيدوه كادويات هكا حتى في المناسبات، خطوبه ولا الزواج، الاعياد، المناسبات، كله كيتقدم فيه هكا الحلاوي ولا شحال من حاجه كتقدم فيه. هذا المذهب داير 1200 درهم. هذا فيما يخص الجديد. بالنسبه للوفر اللي عندنا ديال النحاس الاحمر، بالنسبه للنحاس الاحمر اللي كتسول عليه، راه متوفر حاليا التويجنات في كل شيء، القياسات، هذا ديال شخص، كاين في المغطولي وفي السامبل، ديال ثلاثه الاشخاص. بالنسبه لهذا 320 مغطولي والسامبل 300 درهم. بالنسبه لثلاثه الاشخاص كاين في المغطولي وفي السامبل حتى هويا، هذا دير 400 وهذا 450. كاين السامبل كذلك في المغطولي في ديال اربعه، ديال خمسه الاشخاص، وكاين الكبير اللي دير 800 درهم. بالنسبه للوفر اللي عندنا هو طنجره ديال ثلاثه دجاجات اللي كانت 1100 ولا 1150، دايره 1050 في مناسبه ديال رمضان ان شاء الله بحول الله، ديال ثلاثه دجاجات دايرين فيها اوفر مزيان. بالنسبه للبرمات راه كاينين القياسات كاملين. بالنسبه للبريردات الصغيورين اللي كنتو كتسولوني على ديال ثلاثه الكيسان، راه جاوا في النحاس الاحمر 130 درهم، 130 درهم. بالنسبه لهذا كان 200 درهم، حتى هو درنا ليه 180، وبالنسبه لهذا داير 250 درهم في هذا القياس، في هذا الشكل وفي هذا الشكل. بالنسبه للناس اللي كتسول على الزيزوات ما كندوزهمش لكم، حيت اغلبيه الناس اللي كيجيو كيكون ديجا مكوموندين عليهم، كنصيفطوهم ليهم كيعجبوهم كياخذوهم. دابا ها هما كاين القياس الصغير والكبير، هذا 150 وهذا 280 220. بالنسبه لهذا الطرف كله راه نحاس، راه ثقيله، راه كاع الناس اللي وصلتهم راه عجبتهم، راه ثقيله هاد لي زيزوات ديال القهوه، هذا كله طرف نحاس ثقيله كتجي فيها يعني القهوه مزيانه. كاينين هادو جاو هما في الكبار، كاين هادو دايرين لهم 80 درهم وكاينين في بلاصه 90، وكاين هادو دايرين لهم 90 درهم في بلاصه 100 درهم، راه كبيبرين شي شويه هادو، اللي بغى يحط فيهم شي حاجه. كاينين هاد الشكل حتى هما بلاتي مجطاء، هادو بالنسبه اللي بغى يدير فيهم فقيقصات، كاين شكلات كثيرين، كاين هاد الشكل، كاين هاد الشكل، كاين هادو مغرقين حتى هما بحال هادو، حتى هما كيجيو فيهم هكاك الفقيقصات ولا شي حاجه، كاينين شكلات فيهم كثارين. بالنسبه لدابا المناسبات ديال رمضان، ديال 27 العيد ان شاء الله بحول الله، هادو دايرين 140 غنخليوهم ب 120، دي بونبونيير متوسطين غنخليوهم ب 120.
بالنسبه لهادو ما عرفناش طرقت لهم في اليوتيوب ولا لا. هادو دايرين هادو 150 وهادو الاخرين دايرين 170 درهم. هادو كذلك حتى هما كيجيو زوينين وحلوين وكبارين، كيهزو حتى هما 150 درهم الواحد بالكريستال وهكا النحاس وكيهزو تبارك الله. بالنسبه للناس اللي بغاتهم، بالنسبه لهادو كاين فيهم الوينات 130. بالنسبه للمبخرات هادو راه كاينين شكيلات كثارين كلهم درنا ليهم، هادو دايرين 120، هادو دايرين 130، هادو درنا ليهم 160، هادو وكاين هادو حتى هما درنا ليهم 160، وهادو 140. بالنسبه للمريشات كاينين هادو ب 80 وكاين هادو ب 80 وكاينه ب 70 نحاس الصفر. بالنسبه للبريردات البريردات ندير لهم حلقه بوحدهم، يمكن كلهم نحاول ندير لكم فيهم تخفيضات حيت الناس كيطلبوني الشكل ديال البراد. المهم دوزي دابا مجد عليهم باش حتى اللي عجباتو شي حاجه دابا بغا يسكريني، وبالنسبه ليهم غندير لهم حلقه بوحدهم باش حتى اللي عجباتو شي حاجه كياخذ التصويره ديالتها. وغيكونوا فيهم ان شاء الله تخفيضات. بالنسبه للتبله اللي قلت لكم غندوزها لكم، جات في لارجونتي كيعجبني انا، جات الشكل ديال لارجونتي جا زوين في الطبيله. بالنسبه لهذه زليفه ديال الحريره كتجي شي حاجه مخدومه بليد متينه الخدمه ديالتها، الليديه ديالها كي دايره. هذه زلافه سوبيره ديال الحريره كيمشيو معها 6 زليفه حتى هما متانين مخدومين حتى هما بليد. كيجيو حتى هادو من الجديد هكا مغرقين، لا بغيتي تحطي فيهم شي حاجه هكا ولا تطفي فيهم ديسيكار ولا هكا المكسرات. كيجيو هادو حتى هما هكا طوالين، حتى هما يجيو بحال هكا الحلوه ولا كل واحد الاختيار ديالو. بالنسبه لهادو دايرين 130، دايرين هادو بالنسبه لهادو ثقالين برجيلات بليديات 230. بالنسبه لهادو 150. بالنسبه للطويجنات فيهم جوج قياسات، كاين القياس ديال 35 كاين القياس ديال 25. ها هو نحطهم لكم حدا بعضياتكم باش يبان لكم، كاين هذا ب 25 كاين هذا ب 35. هادو ديال لي سيرفييت دايرين 160 6. هنا حطيت لكم جوج صوانيات، هادو راه كيجي باك في هاد الصينيه وهاد الصينيه ب 850، فيهم واحد ليديه هكا الخدمه متينه. كيجي صينيه ديال 6 الكويسات ولا 7. هنا حطينا السكريات بحال هكا كانت شي حطه صغيره. هاد القراعي كذلك كيجيو الزيت ارغان، الزيت البلديه، العسل، هادو كتقدري دير فيهم حتى لهذا حيتاش الكبه ديالهم كبيره. وهادو كيجيو الزيت بحال هكا هانتوما كتحل تعمريها، ومن بعد ملي كتبغي تكبي كتكبي من هنا بحال هكا الكبه ديال الزيت الا بغيتي تكبيها. كيجيو هادو مثلا كديري جوج في الجناب، وحده من هنا وحده هنايا بحال هكا التمر معمر ولا شويه المكسرات ولا شي حاجه اللي كتحطي فيها قليله. هادي طبله حطيناها في لارجونتي جات زوينه، دوزتها لكم في الفيديو. نستودعكم في يد الله، كان الفيديو قصير باش نطول عليكم، مره اخرى ان شاء الله ثاني نحط لكم حاجه اخرى.